طيب نرجع مرة تانية مهندس خالد صديق، أهلا بيك من جديد. ومهندس خالد، إيه اللي تم فعلا في ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة حتى الآن؟ طيب احنا اول حاجه من القضيه عندنا 357 منطقه، 357 منطقه ب 240 الف وحده سكنيه. احنا انتهينا من 296 منطقه، تبقى 61 منطقه جاري العمل فيهم اللي هم انا اسفه هي انا اسفه الغير امن كان قد ايه؟ 357 منطقه. كويس. واللي تم 296 منطقه، متبقي 61 منطقه. ال 257 منطقه دول بما يوازي 240 الف وحده، تم الانتهاء من 175 الف وحده، والمتبقي ان شاء الله دي المشروعات اللي هي جاريه العمل بيها، يعني جاري العمل بهذه المشروعات لغايه نهايه 2020، ما عدا بعض المشروعات اللي هي بدانا نزود فيه بعض المشروعات زي مثلا مشروع مزبيرو مثلا، ده هينتهي معانا في نهايه 2021، لان طبعا المشروع نفسه ابراج 25 دور وخوازيق تحت الارض 30 متر، فطبعا ده ما نقدرش ننفذه في سنه ونص او سنتين زي ما بنعمل في المشروعات الثانيه، ده بيقعد على الاقل 3 سنوات. فده ان شاء الله هينتهي معانا في 2020، لكن الاهالي المنطقه اللي غير امنه اللي الاهالي كان ساكنين فيها اللي هي كمان سالت مزبيرو، عايشين بره بقيمه ايجاريه دفعها الدوله علشان يسكنوا فيها امنين لغايه ما المشروع ينتهي ويرجعوا تاني. بعض المشروعات اخرى برضو زي مشروع حدائق اكتوبر هينتهي معانا في منتصف 2021، لان دي منطقه مش ما كانتش امنه، بتعمل لصالح مشروعات تطوير مناطق زي ما سياده الرئيس امر ان اللي هي المرحله الجايه اللي هي هنعمل في عواصم المدن او القاهره والمدن الرئيسيه الضخمه زي الاصيل وبشائر الخير. فاحنا اللي عندنا خلاص زي ما قلنا 357 منطقه، خلصنا من 296 ب 175 الف منطقه وجاري العمل ب 65 الف وحده سكنيه بتكلفه 38 مليار جنيه، اتصرف منهم لغايه دلوقتي 27 مليار ونص، وان شاء الله 38 مليار هيكون مصروفين مع نهايه السنه دي ورد باذن الله. ممتاز. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك عن في مشروعات قربت ان هي تنتهي، يعني زي مشروع الخياله مثلا، كلمنا عن تفاصيله وعدد وحدات وقد ايه اجمالي تكلفته يا باشمهندس. طيب احنا عندنا مشروع الخياله في مصر القديمه، المشروع عباره عن 2520 وحده بتكلفه حوالي مليار جنيه، وباذن الله المشروع في يعني ان شاء الله في نهايه شهر اكتوبر او منتصف شهر نوفمبر هيكون ان شاء الله خلصان وجاهز باذن الله للتسكين والافتتاح. عندنا مشروع تاني في مدينه السلام، مشروع معا 4400 وحده، ده برضو مشروع. كل مشروع بيعمل لك كومباوند بكامل خدماته زي ما حضرتك شفت كده بنفسك. فاحنا المشروع ان شاء الله بتاع معا بتكلفه برضو المرحله الاولانيه نفذها الاستاذ محمد صبحي مؤسسه معا، وعاملين مركز ثقافي على اعلى مستوى، مركز ثقافي فيه مسرح واثنين سينما ومكتبات واماكن ترفيهيه مش موجود في اي كومباوند عادي في موجود في مصر دلوقتي، ومنطقه حرفيه ومنطقه ترفيهيه، والمخطط برضو في مخطط فيه لسه ما اتنفذش، دار كبار السن ودار ايتام في المنطقه، غير مدرستين برضو اتعملوا هناك، والمسجد اتعمل برضو وده موجود هناك في مدينه السلام ان شاء الله قرب على الانتهاء برضو. وده اللي احنا بنشوفه وبنتابعه فعلا يا باشمهندس خالد. انا هسالك بس اخر سؤال، الحقيقه انه رئيس الوزراء كلف بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائيه لدفع العمل في المشروعات المختلفه، يعني للمره الاولى بنشوف هذا الدعم والاراده السياسيه في دعم الصندوق، دلاله ده ايه؟ دلاله اهتمام القياده السياسيه بقضيه العشوائيات اللي كانت زمان حبر على ورق ويتقال كلام، لكن لما نقول ان الصندوق من انشائه سنه 2008 ل 2014 كان حجم مصروفاته 652 مليون جنيه، ومن 2014 لغايه ما بكلم حضرتك دلوقتي 27 مليار، وبنهايه العام هنكسر كلمه ال 35 مليار في نهايه العام، فتخيلي احسبي من 2014 ل 2000 من 2008 ل 2014 من 652 مليون، ومن 2014 لنهايه 2020 هنوصل نتجاوز ال 35 مليار. احسبي النسبه كده واعرفي، ودي ما كده معناها حسبه بسيطه قوي بتبين بكلمتين صغيرين قوي، اهتمام القياده السياسيه بقضيه تطوير العشوائيات على مستوى الدوله، ده غير 318 مليار جنيه
لقضيه تطوير المناطق الغير مخططه في رؤيه 2030. فتخيلي حجم المصروفات اللي هي واخده اتجاه واحد يصرف بس من غير عائد يجي على البلد في حاجه، لتطوير المناطق العشوائيه سواء غير امنه او غير مخططه او اسواق عشوائيه كمان. صحيح. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا مهندس خالد صديق على وجودك معانا النهارده في المواجهه عبر شاشه اكسترا نيوز، شرفتنا ونورتنا كالعاده، شكرا ليك.